بيقولك لو فاتنا الياباني مش هيرجع تاني. قلنا نجرب البان كيك الياباني، مع ان العادي ما قالش حاجه، بس يلا قلنا نجربه. هنا كنت بعمل حلقه من ورق الزبده علشان اسوي فيها البان كيك، عشان انا ما عنديش القوالب الاستانلس دي. مقادير بقى البان كيك الياباني: هنجيب 2 بيضه طبعا بدرجه حراره الغرفه، هنفصل البيض عن الصفار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تفصليه على مقصوصه كده اللي هي بتبقى مخرمه كده، وتحطي البيضه فالبيض ينزل تحت، وتقومي بقى واخده ايه الصفار او على ايدك، في ناس بتعملها على ايديها. وهنحط 2 معلقه من السكر، والسكر اولادي احبائي في لذات اجبادي لقيتهم حاطين عليه شاي، قلت يا بنتي ما بطني شيء ما فيش مشكله، ما هي الكيكه بتتشرب مع الشاي يعني. هنضرب بقى البيض، بياض البيض مع السكر مع فانيلا، ونضربهم كتير قوي قوي لحد ما يعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تيجي تقلبي الطبق ما يتقلبش، لازم يبقى عامل القوام اللي انتوا شفتيه ده، ولازم يكون الطبق اللي بتضربي فيه يكون ناشف جدا ما فيهوش ولا نقطه ميه عشان البياض يتضرب كويس. ونيجي بقى للصفار، هنحط عليه 3 معالق بالظبط من الدقيق ودقيق كيك، ومعلقه واحده من اللبن. انا حطيت 2 معلقة ودي كانت اول غلطه، هي معلقه واحده، وربع معلقه من البيكنج باودر. وهتضربي كده الصفار بقى مع الدقيق واللبن والبيكنج باودر كده لحد بايدك كده، مش لازم مضرب كهربائي. وبعدين تاخدي بقى الصفار وتحطيها على خليط البياض اللي احنا ضربناه في الاول. كده بقى خليط البان كيك جاهز، ونروح بقى للتسويه. التسويه لازم تبقى الطاسه سخنه جدا جدا والنار هاديه. وكمان بقى تاني غلطه عملتها ان انا مسحت الطاسه بالزبده وسبت حته الزبده اللي انت شفتوها دي. دي كده غلطه، كان لازم تتمسح مسحه بسيطه خالص من الزبده، والنار تبقى هاديه ما تبقاش عاليه، والطاسه تبقى سخنه. اللي حصل بقى ان البوتاجاز اللي انا شغال عليه الكهرباء ده كان عالي جدا، النار كانت عاليه جدا، وكمان الطاسه كانت سخنه، فالبان كيك حصل له زي ما هتشوفوا كده. احنا بنحط بقى الحلقات اللي احنا عملناها من ورق الزبده دي، ودي طبعا كانت اكبر غلطه انا عملتها، لان ورق الزبده كان مايع كده خفيف كده، فما استحملش ان هو ايه يحافظ على شكله او يعمل حلقه. كان المفروض اعمل له مثلا دعامه من كرتون، يعني بطنته من جوه بكرتون، او عملته بورق فويل، او كنت اشتريت الحلقات اللي استلس وريحت نفوخ. يعني هي المفروض بتتسوى بمعلقتين بالظبط من الميه وتغطي، وبعد كده اول ما تاخد لون ذهبي من تحت تقومي ايه قلبيها. اللي حصل ان هي طبعا اتحرقت زي ما قلت لكم، لان النار كانت عاليه جدا. قلت بقى انقذ ما يمكن انقاذه، ما انقذتش الحقيقه برضو، لاني كنت خلاص بقى زهقت من اللي حصل. ودي كانت يعني شكلها مقبول شويه. هنا بقى فكيت ورق الزبده بعد ما زهقت من اللي حصل، وطبعا زي ما انتم شايفين مفيش احرق من كده، ومفيش اجرب تجربه، مفيش اجرب من كده يعني. قلت اخد بقى اللي كان شكلها يعني مقبول، وقلت ايه ادوقها. صراحه يا جماعه طعمها حلو، بس طعمها بيض بالسكر، كلها بيض، بيض بالسكر. مش عارفه يعني هو ايه اللي حصل، يعني مش عارفه. ما هو البيض، ما هو الكيك، سوري، الكيك العادي المصري ما قالش حاجه ولا 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 ضايقنا في حاجه. ما نعمل الكيك العادي. انا هو عملت كيكة كريز، وعملت صوص ابيض كده حلو، وكانت زي الفل. ما يفوتنا الياباني، وان شاء الله عنه ما راجع تاني. ايه ما يفوتنا، ماله الكيك العادي يا جماعه؟ احنا لازم نعمل في نفسنا كده يعني. انا غلطت غلطات كتير ماشي، بس هو برضو حتى اللي كانت مقبوله برضو كان طعمها برضو مش لطيف قوي يعني. يعني حاجه حلوه بس مش لطيفه قوي يعني، الكيكه العاديه طعمها احلى. طبعا انا بعد اللي حصل ده مكسوفه اقول لكم يعني ان انا عندي قناه على اليوتيوب اسمها شو ما كيتشن، وروحوا اشتركوا فيها والكلام ده، او اعملوا هنا لايك وفولو وشير، يعني مكسوفه الحقيقة.